أعمل في شركة تبيع منتجاتها على أصحاب البقالات ثم يبيعونها على الناس، والسؤال أننا نعطي أصحاب البقالات هدايا بعضها ثمينة حتى يحبوننا ويتشجعون في بيع منتجاتنا، فهل هذه الهدية رشوة؟ هذه الهدية نعم فيها إضرار بالآخرين بأصحاب المحلات الأخرى، فيها إضرار بأصحاب المحلات الأخرى بحيث أن منتجاتكم مقصورة على أهل هالمحلات، فهذا فيه ضرر على المسلمين. نعم.